الكل يسمعوني شو بدي أحكي. هاد عدنان مانو من عائلة كيرمان. يعني عدنان ما بتحق له الأغاوية. عزت لازم يصير الأغا. يبعد لها. أمي، شو الموضوع؟ شو عم تقول هاي؟ قليلي، شو هذا اللي قلتيه؟ انت جنيتي على الآخر يعني؟ عدنان، ليك اسمعني منيح. انت مانك ابن بهية ولا ابن غانم آغا. الحقيقة انك ابن لفطمة. لك شو عم تقول هاي المخلوقة؟ هي ست جنت على الآخر، لازم نزتها بمشفى المجانين. أنا بعرف شلون راح سكتها. لا وقف أنت. زمرد، طلعي على أوضتك فورا. ماني رايحة لأي مكان مرت عمي، بكفي هيك، حاجة كذبة بهية، بكفي. زمرد. طيب وانت ليش ساكتة؟ احكي الحقيقة فاطمة، شو اللي مسكتك؟ احكي وقولي قدام الكل انه عدنان بيكون ابنك، وانه سكتتي كرماله كل هالسنين، قولي الحقيقة. احكي شي بكي. انتو ما عم تفهموني، أنا لازم أطلع من هون فوراً. لا تكون مصر كتير، حضرتك تحت مسؤوليتي الشخصية ولهيك ما فيني خاطر بصحتك أبداً. يلا عن إذنك. إذا بتريدي دكتورة، حضرتك ما بتقدر تساعديني؟ بدل ما نخاطر بحياة حضرتك الأحسن نتواصل مع حدا من العيلة. يعني شو ما كان الشي اللي بيستدعي طلعتك ممكن يحلوه بلا ما تعرض حالك للخطر. لازم شوفها لملك بسرعة، ضروري إني أحكي معه. لك ما في حدا هون، ما في حدا هون. يا خانم شو صار لك؟ فتحي عيونك. يا الله شكلها غابت عن الوعي. مسكر، خطة خارج التغطية، معناتها لهلأ لساتها بالمغفر. ليش هي بالمغفر؟ هلأ بتكون جاني لأنه ما عم تقدر تعرف شي عن بنتها. لا مستحيل اتركها، أنا لازم أطلع من هون. عزت بيك، إذا بتريد ما فيك تقوم هيك. يمكن أنا غريبة بالنسبة لحضرتك بس بعرف بالمنطقة كتير منيح. إذا بتحكي لي شو هي المشكلة يمكن أقدر ساعدك ولاقي حل. المشكلة كبيرة وصعب تفهميها. القصة بخصوص بنت صغيرة، كني صغيرة، اسمها زهرة. اختي شو عم يقولوا؟ والله مو فهمانة شي، مثلي مثلك يا حبيبتي. بكفي بقى بهية، خلصنا. أنا عيبك ما عاد تمرق على حدا، خلصنا. انت شو عم تقولي ولي؟ انت بتعرفي كتير منيح عن شو عم بحكي بهية. قولي للكل انه عدنان هو ابنه لفاطمة. قولي انك دخلتيها معك بالكذبة. يلا قولي الحقيقة. حدا ياخد هالمجنونة من قدامي. روقي شوي زمرد خانو، ليكي حضرتك مريضة وحرارتك عالية وعم بتهلوسي. تركيني بحالي، تركيني، بكفي.
أنا عقلي براسي، ذاكرتي منيحة وما جنيت لسه، أنا عم أقول الحقيقة ولازم تصدقوني. عدنان ابن فاطمة مو ابنن. ليلى، خدي زمرد على أوضتها. تمام. زمرد خانو، يلا تعي معي إذا سمحت. تركيني بقى تعني. زمرد خانو، احكي بقى فاطمة. يلا تعي معي، احكي قولي الحقيقة بقى. بيرضى عليكي قولي إنه ابنك؟ قولي بقى، يلا تركيني. يلا امشي. تركوني. ليلى خديها نيميها. يلا. تركوني عملكن. شو هي جنة على الآخر؟ لك فتحتنا قدام الكل؟ وانتو كمان روحوا وراها، يلا. كل الموجودين هلأ يسمعوني منيح. للأسف كنتي زمرد ما قدرت تتحمل خبر وفاة جوزها المرحوم جمال، وإلى من وقتها لا أكلت ولا شربت حتى، ولا نامت بنوب. تعبت كتير وكأنها فقدت عقلها، وهلأ أي كلمة بتقولها ما فينا ناخدها بجدية بنوب. وعدنان مثل ما كلكن بتعرفوا من زمان بيكون ابن هالعشيرة واحد منكن، ومن اليوم ورايح راح يصير آغى لهالعشيرة، والحاضر يعلم الغايب. شو ليش واقفة؟ روحي نطفي الأرض وشوفي إذا في شغل. يلا. ليش ما حدا عم بيصدقني؟ أنا ماني مجنونة ليلى وعم قول الحقيقة. ليلى أنتي روحي بقى، نحن منعرف نتصرف معها. إذا بدك أنا بنيمة بهي خانم، وحضرتك طلعي انبسطي بالحفلة. أنا قلتلك طلعي معناها طلعي. كذبكن رح ينكشف، ولا عيبكن رح تبين بيوم من الأيام. ولو شو ما عملتي ما رح تقدري تخفي الحقيقة يا بهي، رح ينفضح السر ورح تتبهدلي وقتها. الأغوية أخذها عدنان، وبما أني أنا أمه للآغا ما رح يصير هيك شي أبداً. زمرد شيلي هالحكي من راسي، هلأ فكري بحالك أحسن لك، آخرتك بهالحالة رح تكون بمشفى المجانين. تركوني معك أنت زمرد لحالنا. بس يا مرت عمي انت بتعرفي كيف حالتها. انا قلت اتركوني مع زمرد لحنا. اطلعوا على الساحه وخليكم مع العالم، لا يسكرتم اي حدا بيحكي. لا تقرب مني. لك شو عم تساوي؟ روقي شوي بلا ما تلمي الناس علينا. شبكي نزليها من ايدك. شو جنيتي؟ اوعى تقرب لهون. شو صاير هون؟ رسوم، لا تدور على الفاضي، علي ليكو هون. بس يصح لك خدو طالعوا على اوضته، لا تخليه يغيب عن عينك. كل الوقت عم تهلوس ببنتها. زهرة بنتي، زهرة. انتي مصدقتيني ما هيك مرت عمي؟ سمعتهم بأذني وهن وعم يحكوا. عدنان ابن فاطمة وهي أمه. انتي مصدقتيني ما هيك مرت عمي؟ والله طلبت مني ضل ساكتي، وقالت لي إنها رح تطلع، وقالت لي إنه رح تمشي من القصر، وقالت لي وقتها فيني أحكي.
ضحكت علي بي، خبت علينا كلياتنا. إنه مرت عمي تكون صدقت زمرد. والله أنا كتير خايفة، ماني عرفانة شو لازم أعمل. لا تشالقي العالم علينا، زمرد بكلامه اللي قالته لعبت بعقول كل الحاضرين أصلا. ألف مبروك عدنان آغا. شكرا. عدنان مستحيل يكون الآغا، هو ما أنه من العائلة. شو رح تعملي مرت عمي؟ كيف رح تتصرفي؟ أنت كيف عرفتي بالقصة؟ هتحكي لي كل شي صار من البداية وأنا عم بسمعك منيح. ليش تأخرت مرت عمي لورين؟ بشو عم يحكوا كل هالوقت؟ لقوا باليوم يلي عدنان رح يصير فيه آغا وقدام عيون الناس كلهم. أنا كم مرة نبهت عليكي إنه لا تتركي زمرد لحالة أبداً؟ أنا كان بدي يصير هيك شي، يعني كان بدي إنه تقهر عدنان بهيك يوم بالذات. أنت كيف بتساوي هيك يا بهية؟ لك كيف قدرتي؟ اختي شو بكي حبيبتي؟ ليش عم تبكي يا روحي؟ يعني لانه امك مو هون؟ زهرة، مو انتو سافرتوا على اسطنبول؟ ليش رجعتوا لهون؟ لتكون امك ما كان بدها اياكي، ولا عمك عدنان رجعك لهون غصبا عنك؟ يا مرت عمي دخيلك غانم. لك يا عيب السوم عليك يا بهية، عن جد يا عيب السوم عليك. كنتي بتعرفي انه زمرد عم تشوف شغلات شروي وغروي؟ كيف بتتركيها بهيك وضع؟ وليش ما خليتي عينك عليها؟ انفضحنا قدام العشيره بهيك يوم. صح عندك حق يا مرت عمي بكل شي حكيتي، بس مالي متخيله انها رح تزودها لهالدرجه. عمرها 13 سنة لسه، كل أحلامها وحياتها الطبيعية ودوامها بالمدرسة دمروا لياهن وحرموها منهن وضحوا فيها بقصة المبادلة. ومن هداك اليوم عذابها ما كان ينتهي، ورجعت لأمها من كم يوم وهلأ كمان رح يحرموها منها. مسكينة هالبنت الله يعينها، شلون قلبها رح يقدر يستحمل هالوجع؟ والله أعلم هالعادات قديش لسه رح تظلم وقديش رح تكسب خطايا هالبنات الصغار. هاي العادات المشهورة بالمنطقة أكيد أنت بتعرفيها منيح، البنت اللي بتدخل كني عالبيت ما بتطلع منه إلا بالكفن.
ايه بعرف بعرف. فهمتي هلا ليش انا مضطر اطلع بسرعه؟ لانه زهرة وملك بحاجه لإلي. ايه فهمت، بس مو انت بهالحاله وتعبان هيك. اذا حضرتك ما كنت قوي وصحتك منيحه شلون رح تساعد؟ المشكله هي انه مين رح يساعدهم اذا انا ما ساعدتهم؟ انا. طيب انت كيف رح تقدري تساعديهم دكتوره زينب؟ انا جاهزه لاعمل اي شيء بيطلع بايدي. السبب الرئيسي اللي خلاني انقل تعييني هو رغبتي بمساعده اهل هالمنطقه وبالاخص البنات الصغار اللي هون. يمكن اقدر اعمل شيء لخلصهم من النار اللي عايشينها واللي عم يعانوا منها. أهلا وسهلا. قد ما افتخرت بعدنان آغا قليل يا غانم آغا. تحي بنتي تحي. ألف مبروك يا آغا. ألف مبروك الآغوية. بوسي إيد الآغا لشوف. يلا بنتي يلا. آغا ألف مبروك إن شاء الله. حضرتك أبو الآغا هلأ. الله يسعدكم. الحقيقة الحكي اللي حكته زمرد خانم أنا ما شلته من أرضه أبدا، بس يعني قد ما كان الكلام اللي نقال بيعلق بالراس غصب. ولا يهمك آغا، أساسا ما في دخان بلا نار، ولا أنا غلطان؟ يدي معزكن. آغا ربي يوفقك ويسدد خطاك ستي لورين. يلا بنتي. بعد إذن حضرتك أنا كمان رح أمشي، وإذا لزمك أي شيء برجع باخد إذن من المشفى. وقفتك هاي مستحيل إنسالك ياها كل عمري. شكراً. شكرا ستي. انا رايح على الخان، بدك مني شيء؟ عدنان يا ريت توصل بنتي ليلى على السوق بطريقك. روح الله معك. رح اوصلها، تفضلي. تسلم يا اغا، ما بدي اعذبك. لا العفو، انا ما رح احملك على ظهري، تفضلي. الف مبروك مره ثانيه يا اغا. شكرا. هالمنطقة أكيد ما بيليق فيها إلا آغا شهم وأبضاي مثل حضرتك. كانت المراسم كتير حلوة، بس لو زمرد خانم ما حكت هداك الحكي. مرت عمي كانت مريضة، أنت بتعرفي وضعها. إيه مبين وضعها. يا ريت الطيب بأسرع وقت هالمسكينة. إن شاء الله. إيه حضرتك لوين رايح؟ آغا إذا بدك تشتري أي شيء أنا فيني ساعدك. بظن هالمكان مناسب، قريب كتير من السوق. يسلموا إيديك. Thank you.
طالعيني من هون يلا بسرعة. زهرة لا تخافي انت حبيبتي، خلص اهدي لا تخافي حبيبتي. شو بدك فيه؟ خليه صريخ. تفضلي شنطايتك. رايحين على المحكمة فورا؟ ما في محكمة، فيكي تمشي. كيف يعني؟ انا لسه ما انعرضت على المحكمة. اي صحيح ملك خانم، انت صار فيكي تمشي هلا، وبنصحك بلا مشاكل من اليوم ورايح. وهلا ممنوع عليكي انك تكوني قريبه من قصر كيرمان ولا لاي سبب، والا ما رح نقدر نطالعك من هون لاخر حياتك. الحمد لله على السلامة. ولك انت بكل عين وقحة بتجي لهون؟ لك من وين بتجيب هالجرأة؟ بحياتي ما شفت واحد مثلك قليل حياة وما عنده إحساس، ما بيفكر غير بمصلحته وبس. وقفي والزمي حدك. بتعرفي شو الشي اللي مموتني؟ انه كل ما بشوفك او بسمع صوتك ما بعرف شو بصير معي. استحي على حالك بقى. اصحك مرة تانية تقول انك بتحبني، والحب اللي جواتك انا ما بدي اياه. لك انت شو طينتك اه؟ لو كان عندك ذرة ضمير ما كنت بعدتني عن بنتي ثانية. أنا أم لزهرة، أنا أم. يعني لأني عم طالب ببنتي حبستني هالحبسة هي؟ لك ملك، لو لايك أنت ضليتي جوا لهلأ. بدل ما تهاجميني لازم تشكريني. فهمية بقى ملك، فهمية، عساس أنت بتلقطي على الطاير. مستقبلك ومستقبل بنتك زهرة بإيدي أنا. يعني أنت طالعتني من الحبس مشان تقلي هاد الحكي؟ احكي. فكري منيح وعقلي ملك. اذا صاروا قربتي من القصر مرة تانية او اذا حاولتي انه تهربي زهرة، رح اعمل كل شي بيطلع بايدي لحتى رجعك على الحبس. الا كان اعمل يلي بيطلع بايدك اوعى تقصر. اذا بدك تشوفي زهرة بتعرفي شو اللي لازم تساوي. ملاك عزت ليكني انا هلا طلعت من المخفر من شي 5 دقائق. ايه الحمد لله على السلامه، والله فرحتيني كثير. لا تخافي انا هلا بالمشفى. انت بالمستشفى؟ ليش شوفي ليك؟ طيب انا رح سكر وجاي لعندك فورا. ما حدا صدق كلامي يا جمال، جرحني كثير هالشي. والله انا عم اقول الحقيقه، يمين بالله انه عم اقول الحقيقه. انت صدقتني جمال؟ ايه انت اكيد صدقت كلامي يا روحي. سامحيني زمرد خانم، اماني سامحيني، ما كان عندي حل تاني. تخيلك سامحيني. عفوا عزت كيرمان، بأي غرفة لو سمحتي؟ ثواني بس، حضرتك بتكوني ملك خانو؟ ام بلا. لو سمحتي تفضلي معي لأختك. عزت شو صار معه حتى فات على المشفى؟ لقيته على طرف الطريق وأنا بسيارتي وجاية لهون. فيك تقولي إنه كان غايب عن الوعي، في حدا متهجم عليه بطريقة وحشية. هاي غرفته. ملك منيح اللي إجيتي، ما تركوني اطلع من هون لحتى اجي لعندك. مين اللي ساوى فيك هيك؟
عدنان هو بعد حدا يضربك. تفاجأت فيه وقت طلعت من المخفر. حاكي مع رئيس المخفر ومزبطه. قال لي إذا صاروا قربتي من القصر مرة تانية رح نزتك بالحبس من جديد. هذا طبيعي، عدنان بيعملها. طيب أنا شو أعمل هلأ؟ كيف بدي طالع زهرة من هونيك؟ خلينا نصبر شوي ملك، نحن لازم نتصرف بذكاء. من شوي حكيت مع رفيقي المحامي، بعد نص ساعة بيكون عندي. هذا الكابوس لازم يخلص، أنا تعبت. مو الله أحياني وشفتها اليوم ما عاد بدي شي من الدنيا. عدنان صار آغا للعشيرة والكل بارك له، وبكرة بتشوفي مرت عمي. مستحيل ابني عدنان يخجلك قدام العالم. لو ما بوثق بحفيدي عدنان ما كنت باخد هيك قرار أصلا. هو صحيح أنه خبص كتير وغلط بالزمانات، بس هلأ عرف يشتغل ويصلح أخطاءه بحنكة وذكاء. أنا ندمان كتير عاللي عملته ستي، وبدي اياكي تعرفي هالشي. بس بكره رح تشوفي، من اليوم ورايح مستحيل اطلع عن شورك، ورح قدس العادات وما عاد خالفها. اي غانم، انت بشو عم بتفكر وشارد من لما قعدنا؟ لا ولا شي، ما عم فكر بشي بنوب. انت بتكوني هيك فكرتي، بس النوم هجم علي فجأة. زهر عملي لي فنجان قهوة سادة. أنا رح أعملها يا بيك. زهرة ظاهر ما أنا منيحة، تعبت اليوم بالشغل، لونها مخطوف ووشها أصفر. خدي كنتنا الصغيرة على أوضتها لتتسطح وترتاح منيح فاطمة. أمرك ستي لورين. يلا بنتي تعي. زهرة رح تصير تنام بأوضة علي من اليوم ورايح. سيدك يا ستي لورين، لا تبعتيني على هديك الأوضة دخيلك. بترجاكي بلا، صدقيني بعمل أي شي بتأمريني فيه بس بلا. وقفي على حيلك زهرة. يلا بنتي رح تنفذي كل اللي بقلك عليه، ورح تلزمي حدودك وأدبك من اليوم ورايح. تعي بنتي، يلا أوام. والله ما عاد فيني أصبر أكتر، النفس ما عم بقدر أخده، حيطان عم تخنقني وكابسة على نفسي. أنا هلأ لازم أكون جنب بنتي زهرة، ولازم طالعة من هداك المكان. زهرة ما عاد فيها تعيشيني، من بعد إذنك عدنان آغا. أستغفر الله، شو هالحكي؟ تفضلي. إيه، أنت هلأ الآغا، من اليوم ورايح رح تكون الآمر الناهي بهالمنطقة، وبتأمرني أنا كمان. أستغفر الله، شو هالحكي هاد؟ إيه هيك رح تكون، ما رح يكون في حدا غيرك، وما حدا رح يقدر يوقف بطريقك عدنان. أنت أكتر واحد بتعرف تتصرف، ودائما ما بتساوي إلا عين الصواب. ولو صار وشي مرة غلطت بالتصرف والعادات شافت أنه مستقبلك هو الموضوع الأهم، وقتها رح تقلك يا آغا أنت بالذات ما لازم تعمل أي غلط. أوعك تشيل هالحكي من بالك يا عدنان. البشر بطبيعتهم بيصدقوا الكذبة الكبيرة وبيقتنعوا فيها أكثر من الكذبة الصغيرة. أحيانا يمكن تضطر كرمال مستقبلك تتعلم اللف والدوران والكذب كمان. اوعى تنسى، كل ما كذبت وكررت الكذبة مرة بعد مرة
بساعتها أو بعدين الناس التابعين إلك رح يصدقوها مثل ما هي تماماً. وإذا مرة غلطت غلطة غصب عنك اصحك تخاف أو تتلبك، الناس اللي مصدقينك رح يضلوا وراك منتظرينك وداعمينك، وكأنه عم يقولوا لك احكي أي شيء اخلقنا أي عذر كرمال نصدقه منك ونقتنع فيه. أنت لازم تكون لئيم حقير، استصغر الناس اللي حواليك وهينهم دائما ليتحاشوا شرك، وإذا بيوم صاروا عملت شي مصيبة بتحمل المسؤولية لواحد منهم وما بتسأل، وبلحظتها كل التابعين إلك بيهاجموا وبيثبتوا التهمة عليه. وإذا ما تعاملت بهالطريقة، إذا كان في بقلبك شفقة على البشر اتصل لحالي بينشفق عليك فيها. تعلم ابني. زهرة شبك بنتي؟ تعي تعي عدي عدي حبيبتي، عدي على الكرسي تعي. يلا حبيبة قلبي ارتاحي ارتاحي. يا عمري جبت لك صحن فواكه مشان تاكلي، صار لك من الصبح ما أكلت شي، رح أشر لك مشان تاكلي. ايه انتي بتحبي الفواكه. قليلي يا علي مساوي لك شي؟ خلص لا تخافي يا روحي، لا تخافي هيك على الفاضي. علي معاقب هلأ، حابسينه بالأوضة وما رح يطلع منها. لا يا روحي لا تبكي، نامي ولا تخافي من شي. ماشي بنتي؟ ملك خانم، عزت بيك نايم الليلة بعمق بسبب تأثير الأدوية، حضرتك كمان حاولي ترتاحي شوي. أنا بالي عن بنتي زهرة، ماني قادرة أني أفكر بشي تاني غيرها. أنا كتير متفهمة وضعك، زعلت من كل قلبي وقت سمعت قصتكن. بتمنى أنه تلتقوا بأسرع وقت وتكونوا سوا. أنا بتمنى. والله ما قدرت أقول الحقيقة يا ابني، مو مشاني أنا صدقني، كرمال مستقبلك ما قدرت أقول ولا كلمة، سكتت سنين طويلة غصب عني وهلأ رح أصبر وأتحمل كرمالك. عدنان يا روحي أنت. هلأ بتاخد برد يا أغا، قوم على غرفتك. يلا أحسن لك، جوا أدفى.
خالتي فاطمة. ليش سكتي لما مرت عمي حكت اليوم؟ ليش ما قلتي إنه عدنان ما بيكون ابني؟ ابني أنا كمان تفاجأت مثلكم كلكم، والله وانصدمت لما سمعت حكيا، ما بعرف من وين جابت هالحكي. أنت ابني بالرضاعة وربيتك من صغرك. زمرد ما كانت حاسة على حالها، لهيك عم تتخيل وتحكي. تصبح يا خير. تلاقي الخير يا حياتي، يا عيوني انت. ليش عم تبكي يا روحي؟ يعني لأنه أمك مو هون؟ زهرة، مو انتو سافرتوا على اسطنبول؟ ليش رجعتوا لهون؟ لتكون امك ما كان بدها اياكي. الله يخليكم، طلعوني من هون، خلوني اخذ نفس، اختنقت. شو ما حدا عم يسمعني؟ الله يوفقك عمي رستم، بس خليني اخذ شوية هوا لو سمحت، والله اختنقت. رستم، هاد شو بده؟ بده يفوت على التواليت يا اغا، شو بتسمح له؟ يلا خدو. عمي شو رح تضل وراي؟ ما بيصير هيك، اكيد ما رح تفوت معي على التواليت. يعني راح استناك هون، هي هي تعليمات غانم اغا. مثل ما بدك. الو اهلين، كيفك؟ شو ما نزلت حراره الولد لهلا؟ ايه تمام، انا بتصل فيك. يلا سكري. علي ما خلصت؟ زهرة، قومي زهرة.